ايه ده؟ هو ما فيش حد هنا ولا ايه؟ هو فين النار ليه كده؟ يا ماما يا ماما، كل سنة وانت طيب يا حمو، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب يا حمودة، كل سنة وانت طيب يا حمودة. خد يا حمودة هديتك اهي يا عم، يا رب يطمن. خد هديتك اهي يا حمودة. شكرا. خد يا عم هديتك اهي. شكرا يا تفيد. ايه يا ماما، فين هديتك؟ انت ما جبتش هدية ولا ايه؟ لا جبت له هدية يا خفيف. تعالى يا دي حمودة، موريك الهدية اللي انا جايبها لك. تعالى اتفضل. حاضر يا ماما. شوف الواد رمى الهدايا بتاعته ازاي يا بابا. اه يا ابني الواد رمى الهدايا. تعالى تعالى ادخل. في ايه يا ماما؟ عايز تشوف هديتك؟ خش شيل المفرش ده. حاضر يا ماما. بس ده ايه؟ ايه ده؟ ايه بتاع المنور ده؟ انت جبت العربيه ليه؟ كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. بجد انا فرحان قوي، حلو قوي يا ماما العربيه دي. انا بحبك قوي يا ماما. جايبها له عربيه يا ماما؟ ده انت في عيد ميلادي ما عبرتنيش باي حاجه. جايبها له عربيه في عيد ميلاده؟ هات مجموع كويس السنه دي وانا هجيب لك اللي انت عايزه. طب بص يا ماما، انا عندي ليك حل حلو. انت تعمله لي وانا هعملك اللي انت عايزه، هطلع لك من الاوائل على المدرسه كلها. وايه هو بقى ان شاء الله؟ عايز ايفون 14 برو ماكس. ما تفضل يا ابني الاغاني دي شويه، مش عارف اذاكر. الله اقعد بقى يهبلنا بالعربية بتاعته بقى، عشان هم جايبين العربية يهبلنا بقى. وهي التي تشربها في السكرتيرة مع الجذور في التركيب التشريحي. ايه بقول لك يا بودي، ممكن بس تنزل تجيب لي طلبات من تحت؟ معلش بس يا ماما، الحتة دي مهمة وجاية في الامتحان، شوف حد غيري. انا مش فاهمة من امتى اصلا هو بيذاكر. ماشي ماشي يا حبيبي، مش عايزك تجيب حاجة، اقعد ذاكر. حمودة أنا كنت عايزة منك طلب. نعم يا ماما. عايزك تنزل تجيب لي إزازة زيت من تحت. بس كده؟ أنت تأمري يا حبيبي. علشان كده أنا بحبك. ايه ده؟ مش ده الواد حمودة؟ واد حمودة؟ انت يا عم زعتر؟ ايه الواد اللي انت راكبه ده؟ ده عربيتي يا عم زعتر، امي جايبها لي، رايح اجيب عليها طلبات. اول مرة اشوف عربية بالحجم ده. ايه الحلبيه الحلوه دي يا ابني؟
ده انا اول مره اشوف عربيه زي دي. وانا كمان. دخل السوبر ماركت وساب. تعال يلا معانا يلا. ايه يا ابني العربية الجامدة دي؟ خد يالا اجري يالا. العربية اتسرقت. يا ماما في ايه يا دي حمود؟ العربية بتاعتي اتسرقت. انا هعرفها الست دي علشان ابنها هو اللي بيسرق على طول من العيال دي. يا ابو كريم يابا عبد عايز ايه؟ انزلي لي بس كده هقول لك على حاجه. انزلي يو على الارض طلع على الصف نزلك اهو استنيني. ماشي انا هعرفها الست دي. يا انا هي النهارده يا ام عبد خير في ايه؟ ابن كريم سرق من ابن العربيه. مين اللي قال لك كده؟ هو انت شفتيه؟ هو كان واقف مع العيال قدام المحل، اكيد هو اللي سرقها. بقول لك يا ام عبد امشي من هنا يلا عشان ما اضربكيش. يعني ابنك حرامي وكمان عايز تضربيني؟ ابنك حرامي. قلت لك ابنك حرامي. مش ده معبده وامه كانت يا نهار اسود. يا جماعه الحوا يا جماعه يا نهار اسود. امه اهدوا يا جدعان اهدوا يا جماعه. انت بتعمل ايه يا بني؟ يا عمودي يا فقري انا ماله من المشاكل ومن المشاكل اللي حريم انا ماشي يا نهار اسود. العربية دي جامدة هنبيعها وناخد منها فلوس. ايوه يا اسطى جامدة قوي. امسك حرامي ده انتوا اللي سرقتوا العربية. ده انت هيطلع عندكم. خد يلا اجري. ده محمود هو اخوه. خد يلا شفت يا بابا ادينا لهم علقه موت. احسن يستاهلوا العيال دي. العيال دي حراميه ويستاهلوا اكتر من كده. ده عيال حراميه فعلا. هم ما يستاهلوش الا كده. قلت لك ابن حرامي ايه يا عبد؟ مش دمك ياض؟ ايوه يا بابا دي ماما.